وكالة الأنباء الجزائرية تعلن في هذه اللحظة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته بشكل رسمي. تفضل أستاذ رمضان حملات، ما رأيك؟ والله وش نقول لك، فرحة كبيرة، خبر صار، وأنا كنت في ذهني كنت أقول قبل دخولي إلى استديو، كنت نقول يوم الجمعة سنحتفل إن شاء الله بالانتصارات التي حققها الشعب الجزائري ضد هذه العصابة الحاكمة، وليست فقط عصابة وطنية وإنما عصابة دولية، بحكم أنها مأمورة، وقلت هذا عدة مرات حتى قبل الحراك، مأمورة من جهات أجنبية وبالتحديد فرنسا، وهي التي فرنسا هي التي أرادت أن تدخل الشعب الجزائري في دوامة وفي حالة أكثر من حالة التسعينيات، بأمر هذه العصابة أن تبقى متشبثة بالحكم ولا تترك الحكم إلى غاية وجود بديل. ولكن ها هو الجيش، سليل جيش التحرير، أفرحنا اليوم، ومنذ أن بدأ في تصريحاته وبياناته رئيس الأركان أثق فيه كثيرا، وقلتها هنا، عندما يبدأ عمل لا يمكن أن يتوقف إلى غاية تحقيقه. أستاذ حمارة مراد، يعني استقالة رئيس الجمهورية.